عارف نفسك؟ محمد بسطاوي من الامن بتاع الميدان واللجان الشعبيه. انا بقول للمجلس العسكري رساله، هو والفلول الحزب الوطني، الناس اللي في التحرير عمرها ما تستسلم، واحنا نفسنا طويل قوي، واللي نفسه طويل هيكسب المعركه دي، واحنا ان شاء الله هنكسب المعركه دي عشان احنا على حق. بقول للمجلس الاعلى العسكري، احنا كنا بنهتف في 18 يوم قبل جمعه التناحي الجيش والشعب بايد واحده، ليه مصرين انك تفرقوا عننا وتخرجوا عن المسار؟ يعني انا مش مستغرب، يعني انتوا كنتوا عاوزين تخشوا التاريخ من اوسع ابوابه، وما زلتوا التاريخ برضو فاتح بيانه ليكم. فبقول للمجلس الاعلى العسكري، حاول تلتحم مع الشعب وتلتحم مع مطالب الشعب ومع اهالي الشهداء والناس اللي ضحت بدمها عشان ثوره 25 يناير تبقى ثوره مصريه. عاوزين نطهر البلد من الفساد، وانتم ما زلتوا بتعيقونا اعاقه تامه. عاوزين البلد تطهر. انا راجل مصري تعبان وبعاني، انا عاوز بلدي تبقى بلد نظيفه وخاليه من الفساد، ولن اقبل بالفساد، ولا اي واحد مصر هيقبل تاني بالذل والاهانه والفساد والتواطؤ، وانا اسكت على اي حاجه غلط في البلد ابدا. اخواننا اللي راحوا دلوقتي اتضربوا في العباسيه، هم اي نعم غلطانين، هم لم يشوروا اي حد في الميدان، ولكن لا يجب التعامل معهم بالقسوه دي. انا ده اللي اقدر اقوله، ما اقدرش ان واحد بيقول سلمي انك تتعامل معاه بالقسوه دي. والله الموفق.